المؤلف رحمه الله نظر في كتاب صحيح البخاري واستفاد من الأئمة، وهذا الكتاب اللي ترى الآن كتاب التوحيد هو قطعة من صحيح البخاري، بل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بخاري هذا الزمن بحق، والله نحسبه كذلك والله حسيب، ولا نزكي على الله أحدا. البخاري رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتابه الصحيح، لماذا؟ أراد أن يعلق الناس بماذا؟ بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المؤلف رحمه الله لم يذكر مقدمة لهذا الكتاب، أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة، وهذا هو التوحيد. تمام، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن هذا الجهاز جهاز مطور، مثلا لو جاء رجل وفتح الماء مثلا، تمام، وأخذ يصب الماء على الجهاز ويشرب، إيش نقول عنه؟ مجنون، صحيح؟ لأنه لا يعرف أنه هذا الجهاز لأي غرض، للاتصال، إرسال الرسائل مثلا كذا. طيب أنت خلقت لتأكل، لتلعب، لتشرب، لتنام، لتلهو؟ لا، خلقت لغاية وهي العبادة. فإذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير العبادة أنت مجنون، مثل الذي يشرب الماء بهذا الجهاز. ولهذا الذي يعرض عن هذا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إن الباطل كان زهوقا. إذن خلقت لتوحد الله سبحانه وتعالى. طيب قد يسألك سائل ويقول لك أنت موحد؟ إيش تقول؟ تقول نعم. يقول ما هذا التوحيد الذي تدعي والذي أوجب الله عليك؟ إذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا معناه أنك موحد. وإذا قلت والله لا أدري ما هو التوحيد، يقول هذه شهادة زور، صح؟ تمام. ثم قد يسألك سائل وأنت تمشي في الطريق يقول أنت مشرك؟ إيش تقول؟ تقول أعوذ بالله، هل لست بمشرك؟ يقول طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك، هل تعرفه؟ إذا قلت أنا لا أعرف الشرك، يقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري عنه. الآن مثلا هذا الوباء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عني وعنكم عن المسلمين هذا الوباء، كورونا. كورونا الآن نأخذ الإجراءات، يقول الاحترازية، صح؟ ونعود بحذر وكذا وكذا. لماذا؟ تخاف خوف طبيعي من هذا، وتأخذ بالأسباب، صح؟ والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى، صح؟ لازم تعرف الأسباب التي تؤدي لانتقال العدوى بإذن الله، صحيح. لكن أخطر من كورونا إيش؟ شرك. عندنا إخواننا المحرمات على 4 درجات، محرمات درجات 4. عندنا الصغائر، هذا الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أعلى من الصغائر الكبائر، وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر، وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. فلا بد أن نحذر، نحذر من الصغائر لأنها تؤدي للكبائر، ونحذر من الكبائر لنؤدي للأصغر، ونحذر من الأصغر لنؤدي للأكبر.